معنا لمناقشة ما يجري الآن من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله، أهلا ومرحبا أستاذ يونس. لعلكم تتابعون معنا دكتور في فعاليات هذه الجلسة الأولى التي بدأت بإحصاء الأسماء، أسماء النواب العراقيين، كيف تعلقون عليها من حيث الشكل والمضمون دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يعني الشكل لا يعنينا الحقيقة بقدر ما هو المضمون اللي يعنينا. نعم، يعني هذه تعداد الأسماء وشكلهم ودخولهم هذا لا يعنينا الحقيقة، لكن الإطار العام الذي يعنينا منذ عام 2005، منذ تشكيل أول برلمان وأول انتخابات مسميت بانتخابات في العراق لحد الآن في ظل الاحتلال من عام 2003 لحد الآن، نفس الوجوه، نفس الأشكال، نفس القوى، نفس الأحزاب هي التي تأتلف داخل ما يسمى بقبة البرلمان، وهي نفس القوى، نفس الفكر، نفس التوجهات، نفس المحاصصة، نفس الإطار المحاصصي الذي دمر العراق. أدوات تخريب نفسها هي التي تحضر في هذا البرلمان مثل ما حضرت في البرلمان الذي قبله والذي سبقه، فبالتالي الصورة لا تتغير الحقيقة. يحاولون التضليل محاولة فقط لتزييف الحقيقة، لإلباس هذا الوجه القبيح لباسا أو صورة أو مظهرا آخر يوحي للعراقيين أن هناك تغييرا. هذه ليست حقيقة الحقيقة. نعم. يعني اليوم شاهدنا البعض يلبس، يأتي بتوك توك وما أعرف شنو لكي يوهم الآخرين أنه هو تابع لثورة تشرين، والآخر يأتي ما أعرف لابس لي ما أعرف شنو، وبالتالي الصورة واضحة. البعض من عندهم واضح يعني يقولون أنه تسمية العراق ملاصقة لأسمائنا إجبارا ونحن لا نريدها. البعض الآخر هم قوى لا تؤمن إلا بالمحاصصة الطائفية، وهي كل القوى لا تؤمن إلا بالمحاصصة الطائفية مثل ما صممها الأمريكان لهم عام 2003، محاصصة طائفية وإثنية، وبالتالي يتقاسمون كل المناصب. هذا البرلمان ليس إلا صورة واقعية للخراب والكارثة التي حلت بالعراق. نعم. الكثير خلال هذه السنوات تحدثوا أنه هذه الميليشيات إذا ما دفعناها، أو هذه الأحزاب التي لديها ميليشيات إذا ما دفعناها للعمل السياسي يمكن أن نحد منها، وبالتالي دخلوا الميليشيات إلى البرلمان، والآن كثير من هؤلاء الذين نراهم أمامنا واللي تراهم حضرتك أمامك الآن واللي يراهم الشعب العراقي هم ميليشيات. نعم. وهذه الميليشيات بالعكس دخلوا العمل السياسي ليجدوا تمويلا، ليجدوا إطارا سياسيا، ليجدوا إطارا حاكما يمولون به أنفسهم ويصبغون على أنفسهم الشرعية والقوة في حكم العراق. وبالتالي القضية لا تعد عن أنها تكرار. نعم. لعملية خائبة. ولكن دكتور كارثية. نعم. نعم. ولكن دكتور بعض المراقبين يرون بأن ما طرأ أو ما استجد في هذا الموضوع هو أن حجم الخلافات بين هذه الميليشيات والتيارات الموجودة قد تعمق أكثر، حتى أنه الوفد الإيراني الذي جاء من الحرس الثوري الإيراني لم يستطع أن يقلل من حجم هذه الخلافات الموجودة. هل تتفق مع هذا الرأي؟ هذا واقعيا، هذا مع مرور الزمن الكل كان يتوقع أن حجم الخلافات ستزداد معهم لسبب بسيط أستاذي الكريم. الساحة تضيق، كلما زادت قدرات كل طرف على حساب الطرف الآخر تزداد المواجهة، تزداد الصراع على المكاسب. نعم. هذه القضية خلافاتهم تزداد لأنه مكاسبهم تقل، هذا الطرف يأخذ من هذا الطرف، وبالتالي هي العملية السياسية صممت على هذا الوضع، على هذا الصراع، صراع القوى التي داخلها على المكاسب وليس على حقوق المواطن، على حقوق الوطن دفاعا عن خذ البرلمانات التي جرت منذ عام 2005 لحد الآن. ما هي القضية الوطنية التي شغلتهم طوال هذه السنوات والتي حققوا فيها إنجازا للمواطن وللوطن؟ لا توجد أي قضية، دائما ما كانت هناك محاصصات، دائما ما كانت هناك الرواتب، كانت ما هناك المخصصات، كانت دائما ما كانت حماياتهم، كانت نقاشاتهم وصراعاتهم من أجل مكاسبهم. هم يدافعون عن كتلهم وعن أحزابهم وعن القوى التي تتبع لها أحزابهم وقواهم، أغلبها إيرانية، فبالتالي الصراعات هذه متوقعة جدا تتعمق وتكبر، وهذه بالعكس هذه أزمات
سيدفعون بها إلى الشارع العراقي. يعني في كل مرة هم يخلقون أزمة ويصنعون أزمات ويدفعونها باتجاه الشارع العراقي، وعلى الشعب العراقي أن يتحمل أزماتهم ويتحمل خرابهم. هذه الكارثة، ويحاولون أن يصبغوا على هذه الصورة صورة وردية ملونة جميلة أن هناك تغيير، وهذا الكلام سمعناه أكثر من مرة، وآخرها كانت انتخابات 2018 البرلمان الذي حدث، نفس الخطابات نفس الكلام. في عام 2014 سمعنا نفس الخطابات، 2010 سمعنا نفس الخطابات، وهكذا. لكن المختلف دكتور، المختلف لكن دكتور، النتيجة واحدة. نعم. المختلف هذه المرة هو أن الشعب العراقي منذ ثورة تشرين 2019 حتى الآن لا يريد أو لم يعد بمقدوره أن يقف موقف المتفرج. أصبح الشعب العراقي والشباب العراقي عامل قوي في المعادلة السياسية العراقية. هل تعتقد بأن تكرار هذه الصورة ستنطلي مرة جديدة على الشعب العراقي؟ لا أبدا، عليهم هم هذه القوى التي تحكم العراق الآن والتي تدخل البرلمان وتحاول تزييف الحقيقة، عليهم أن يدركوا هذا جيدا، يدركوا أن 85% من الشعب العراقي لم يذهب للتصويت، لم يدخل هذه العملية الخائبة. نعم. لم يذهب إلى الانتخابات، قاطعهم، وهذه المقاطعة لها مفهومها. يعني إذا هم يؤمنون بالأكثرية والأقلية بالكتلة الكبيرة والكتلة الصغيرة، عليهم كان أن يستحوا ويخجلوا من هذا العدد. الكتلة الكبيرة من الشعب العراقي 85% من يحق لهم التصويت لم يذهبوا للتصويت، قاطعوها. 15% أو أقل من 15% هم من ذهبوا للانتخابات، وهي قوى تابعة لأحزابهم وقواهم هذه نفسها التي ممثلة في البرلمان الآن، ما يسمى بالبرلمان. فبالتالي لو كانوا قوى وطنية، لو كانوا يسعون إلى التغيير، لو كانوا يسعون إلى تغيير الصورة وعدم الاستمرار بها، استمرار بالعملية السياسية، استمرار قطارها على السكة نفسها، لكانوا لم يصلوا إلى هذه النتيجة ولم يأتلفوا تحت ما يسمى بهذه القبة، قبة البرلمان. نعم. هذه محاولة للعب مرة أخرى، محاولة لاستمرار العملية السياسية، محاولة لضخ دماء جديدة لكي تستمر العملية السياسية، لتستمر فساد وخراب ومدمار العراق وضعف العراق. هذه هي الحقيقة. نعم. حجم الخلافات دكتور العميق والكبير دعا بعض الكتل أن تتوقع عدم القدرة على تشكيل الحكومة حتى شهور طويلة من الآن، وهذا يعني أن البلاد ستبقى في أزمة عدم تشكيل الحكومة حتى يتسنى تشكيل هذه الحكومة. والله يا أستاذ يونس، لو شكلت الحكومة أو لم تشكل، لو شكلت غدا أو شكلت بعد 10 أشهر أو شكلت بعد 10 سنوات، الحال لن يتغير. هي نفس الأدوات، حكومة الكاظمي مثل حكومة عادل عبد المهدي، مثل حكومة العبادي، مثل حكومة المالكي، نفس الحكومات ونفس الوجوه ونفس الفكر ونفس التوجهات. المصيبة هي أن هؤلاء رعاة لمشروع تخريب العراق ودمار العراق. فبالتالي تشكيل الحكومة اليوم أو غدا أو بعد 10 أشهر، الأزمة زادت بيناتهم. من يتحمل هذه الأزمة هو الشعب العراقي، لكنهم لا يدركون، وهي هاي الحقيقة، أن الشعب العراقي مثل ما حضرتك تحدثت ما عاد يتحمل، ما عاد عنده صبر يتحملهم، ما عاد يقبل بهذه الألاعيب، سينفجر عليهم والثورة قادمة لا محال. هؤلاء يحاولون شراء الوقت ليس أكثر. هذه المحاولات كتلة سنية وكتلة شيعية وتنسيقية ومقتدى الصدر والأكراد جاءوا من هناك، هذه لعبة، نفس الوجوه ونفس نفس الأدوار التي لعبت على العراقيين طوال هذه السنوات، وبالتالي كانت أدوار خائبة ومعيبة ومدمرة للعراق، وبالتالي سيصلون إلى نفس النتيجة، إنهم استمرار لأزمة ولكارثة تتعمق في العراق، والشعب العراقي ما عاد، يعني مثل ما يقال في القوس منزع، ما عاد لديه صبر وما عاد لديه قدرة على احتمالهم. نعم. ستنفجر الأمور والثورة قادمة لا محال. هؤلاء لا يدركون إنه هذا استبدادهم، هذا يعني تغاضيهم عن الحقيقة، محاولتهم تزييف الأمور ما عادت تنطلي على أحد. ستنفجر الأمور حتى لو دعمتهم أمريكا، دعمتهم إيران. توقعكم بانفجار الأمور دكتور يعني يوحي بأن هناك توقع، كما نلاحظ بأن هناك موجة ثورية ستكون الأعنف شعبيا وسلميا خلال الفترة القادمة، لأن عدم استجابة الحكومة السابقة والبرلمان السابق للمطالب الشعبية ولمطالب الثورة التي حصلت قبل عامين واستمرت لفترة طويلة، ومن ثم الدخول في عملية سياسية جديدة من خلال انتخابات وبرلمان جديد وإفراز نفس الوجوه، سيجعل الشعب في يعني أمام موجة ثورية أكبر وأعلى.
هذا واقع الحال استاذ يونس، هذا هو ذا الحقيقه المؤكده، لان الشعب هم يعتقدون، وهذا غباء منهم، هم يعتقدون انهم قادرين على خداع الشعب، والشعب الشعب العراقي شعب ذكي وشعب صبر كثيرا، ويعني عاش مأساة كبيره ومستمره لسنوات كثيره، ما عاد تجربته بالحياه تجربه عميقه وتجربه مريره، ما عاد يتحمل أن يبقى العراق مقبرة من شماله إلى جنوبه ومن غربه إلى شرقه، ومزرعة يعني يغرف منها هؤلاء القلة لكي يفسدوا أكثر ولكي ينهبوا أكثر ولكي يزداد الشعب العراقي فقرا ومرضا وعوزا وأمية وخرابا ودمارا. ما عاد يقبلون هذه القضية، الشعب العراقي ما عاد يقبل هذه القضية، هم يعتقدون أن بقدراتهم باستبدادهم بالسلاح الذي بأيديهم بهذه القضايا قادرين عليها وبالخداع. والشعب العراقي يدرك أن البطالة ستزداد لأنهم غير قادرين على إحياء الصناعة، على إحياء الزراعة، على تحويل، على بناء سياسة اقتصادية جديدة، على بناء سياسة سياسية عامة، يعني نعم. إطار سياسي عام للبلد وطني، غير قادرين، هم مرتبطين بالأجانب، مرتبطين بقوى أخرى، وكل القوى هي تابعة لقوى خارجية. فبالتالي هذا الشعب يعرفها، ويعرف انه هذه جزء من مؤامره، وهم جزء من مشروع حماة او اجراء لمشروع يريد تخريب العراق وتدميره، ولن يقبل الشعب العراقي استمرار هذه المساله. نعم، اشكرك جزيلا دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا في التعقيب على الجلسه الاولى للبرلمان العراقي في انتخابات 2022.